تقدم أشخاص بشكاوى أمام دائرة الأحزاب بموجب قانون الأحزاب، وآخرين تقدموا بشكاوى جزائية أمام المحاكم المختصة. منهم أذكر جمال الكربولي رئيس حزب الحل والأمين العام للهلال الأحمر، المحكوم بقضايا فساد وقضايا إرهاب وشمل سابقاً عنها في العفو بقانون العفو. قانون العفو يمحي العقوبة ولكن لا يمحي حدوث الجريمة ولا يمحي المخالفة التي ارتكبها هذا الشخص. وأيضا تعرفون جميعا أنه هنالك قضايا كثيرة معروضة الآن أمام القضاء يواجهها في أي وقت. المشتكي الآخر حيدر الملة، وحيدر الملة 3 مرات تم استبعاده سابقا من الانتخابات لفقدان شرط حسن السيرة والسلوك، يعني سيء السيرة والسلوك، ل3 مرات متتالية تم استبعاده من الانتخابات، ولا يخفى على الشعب العراقي من هو حيدر الملة. أيضا مشتكي آخر وهو صهيب الراوي محافظ الأنبار الأسبق الذي تم إقالته من المحافظة بحكم وجريمة فساد، وتم استبعاده من الانتخابات الأخيرة بموجب هذا الحكم، ولا يخفى على الجميع أنه هو معروف انتماء للحزب الإسلامي العراقي، وأتحدث لاحقا عن الجوانب السياسية. مشتكي آخر وهو فارس طه الفارس، مرتين رشح للانتخابات ولكن لعدم وجود مقبولية شعبية ما تمكن أيضا من الوصول إلى أن يكون عضو مجلس النواب، وأيضا يواجه هو وشركات عائدة لهم تهم فساد في فترة من الزمن عندما عمل عضو مجلس محافظة في الأنبار، وكانت محافظة الأنبار تدار من ابن عمه القاسم الفهداوي، وهنالك دعاوى تتعلق بعملهم في وزارة الكهرباء، وأيضا هنالك دعاوى تتعلق بعملهم في محافظة الأنبار. وآخر اللي هو شخص آخر ما أعرف اسمه، يعني قرأت اسمه بس ما أعرف لمن يعود أو لمن ينتمي، شخص آخر اسمه طه عبد الغني عضو مجلس محافظة الأنبار في عام 2013، أيضا نظام انتخابي في غفلة من الزمن تمكن طه عبد الغني أن يكون عضو مجلس محافظة، ومعروف بمخالفة القانون في مرات عديدة، يعني عنده مشاكل كثيرة وأيضا سأعرضها في الحديث. المشتكي الآخر باسم خشان مزدوج الجنسية، يحمل الجنسية الأمريكية ويحمل بالإضافة إلى يحمل الجنسية العراقية. وسؤالي إلى من خلال الإعلام، ما كان موقفه عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها المطلق للكيان الصهيوني؟ هل تنازل عن جنسيته اللي حصلها وأقسم اليمين أدى اليمين للولايات المتحدة الأمريكية أن يكون مواطن صالح عندها وإلى آخره بكل تفاصيل؟ يمكن تعرفون شنو طريقة اليمين. فعندما شاف أو من شاف الأمريكان سووا ما سووا من دعم للكيان الصهيوني الغاصب سابقا وحاليا في أحداث غزة، شنو كان موقفه؟ راح عليهم وقال يعني هذا الجواز اللي يعتدون به على العرب والفلسطينيين وأهن الشعب العربي في كل مكان أنا ما أعترف به.